يقى الخيام ويقى بالإضرابات إلى أن يلبي مطالبنا. كلمة رددها المتظاهرون الغاضبون في محافظة السليمانية بكردستان العراق احتجاجاً على عدم قيام الحكومة بصرف رواتبهم كما وعدت. المتظاهرون نصبوا الخيام واعتصموا أمام محكمة السليمانية لليوم الثاني تأكيداً على ضرورة تحقيق مطالبهم المشروعة. شاركنا في المظاهرات والاعتصامات أمام بناء محكمة محافظة السليمانية، فالمتظاهرون لا يطالبون سوى بحقوقهم المسلوبة بقرار غير قانوني وغير شرعي وغير صادر من سلطة تشريعية قانونية يمثلهم. ورقة ضغط جديدة يستخدمها معلمو وموظفو كردستان العراق للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة، علها تأتي بثمارها هذه المرة بعد الوعود الكثيرة التي تلقوها من حكومة العبادي. عيب عليك، انت تفقد ويا حكومة فاسدة في شمال العراق في كردستان العراق، انت شنت تسميهم فاسدين؟ زين انت تفقد وياهم، اذا انت هم فاسد، زين وين وعودك؟ على شنو انت تفقد وياهم؟ المتظاهرون أكدوا أن حكومة العبادي تتعمد الكيل بمكيالين من خلال تعاملاتها تجاه المواطنين في كردستان العراق. أنا عندي 31 سنة خدمة، أخذ 500 ألف، ليش أقراني بالجنوب يأخذون 1.5 مليون؟ ما قلت لنفسك حرام؟ ما قلت لنفسك عيب؟ وعلى الرغم من إعلان حيدر العبادي بتسليم رواتب الموظفين الأكراد إلى حكومة كردستان، تبقى رواتب هؤلاء المتظاهرين رهينة النظام الادخار الإجباري الذي تتبعه أربيل من جهة، وتدور في فلك المساومات والضغط الذي دأبت عليه بغداد منذ بداية الأزمة.